بمناسبة أسبوع الشجرة، طلبت المعلمة من كل تلميذة أن تختار شجرة تتحدث عنها أمام زميلاتها. ذهبت نورة إلى المكتبة وأخذت تقرأ الكتاب لتجمع معلومات عن الشجرة التي اختارتها. في صباح اليوم التالي وقفت نورة أمام زميلاتها وهي تلبس ثوبا أخضر، وقالت: أنا شجرة مباركة ذكر اسمي في القرآن الكريم، وأوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بغرس وأكل ثمري. منظري جميل، رأسي يعلوه تاج من السعف الأخضر، وجذعي سميك تشدني إلى الأرض، جذور ممتدة قوية. استخدم الإنسان قديما جذعي في البناء وصناعة القوارب، كما استخدم